بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبتدي النهاردة رسالة من رسائل الكاثوليكون، رسالة يهوذا. قليل اللي بيذكروها رغم أنها رسالة غنية وقوية، تتقري أجزاء منها في قداسات كتير، لكن البعض يعني بيعديها. رسالة يهوذا هي في ترتيب الكتب اللي في الإنجيل اللي في إيدينا آخر كتاب قبل سفر الرؤيا، وكل رسالة احنا بنعتبرها كتاب في حد ذاته لأنها مكتوبة على يد كاتب موجهة إلى فئة من الناس متضمنة في العهد الجديد، فبتتكتب تعتبر سفر من أسفار العهد الجديد 27. فكركم ان احنا عندنا 14 رسالة كاتبهم بولس، وسبع رسائل كاتبهم تلاميذ آخرين أو رسل آخرين، هم بطرس رسالتين ويوحنا ثلاث رسائل ويعقوب ويهوذا، والأربع كتاب دول من الاثني عشر من الرسل الاثناشر. يعني انتوا عارفين ان ماري مرقس وماري لوقا من السبعين رسول مش من الاثناشر، انما يوحنا وبطرس ويعقوب ويهوذا كلهم من الاثني عشر تلميذ. رسائل الكاثوليكون كلها اتكتبت في زمن متقارب، يعتقد مثلا ما بين سنة 64 و68 في الرينج ده، لأن الغالبية استشهدوا قبل سنة 70 اللي كانت سنة فاصلة في التاريخ، لأنها ساعتها حصل خراب أورشليم ودخلوا الرومان هدوا الهيكل وموتوا مئات الآلاف من اليهود، في الوقت اللي المسيحيين كانوا هربوا للجبال تبع ما اتعلموا من المسيح. لكن الرسل كانوا قبل السنة دي أغلبهم استشهد، فبنعتبر أنه بطرس ويعقوب ويهوذا شهداء أو يعني في زمن 67-68. أما يوحنا الحبيب كلكم عارفين أن ربنا حفظه عشان يكون الشاهد الباقي من التلاميذ والرسل في آخر القرن الأول، رغم أنه تعرض للموت مرات كتيرة ربنا حفظه لغاية ما بقى فوق سن 90 وتقريبا حضر سنة 100 ميلادية، فصار هو الشاهد. وعشان كده لما يتكلم عن نفسه في إنجيله وفي سفر الرؤيا يقول الشاهد، يقول الذي يشهد وشهاداته حقه، يتكلم عن نفسه كشاهد. ليه؟ لأنه شاهد عيان، لأنه عاصر المسيح والتلاميذ وأحداث سفر الأعمال، كل ده يوحنا كان معاصره، وكل إخواته التلاميذ والرسل استشهدوا قبل منه، وهو تنيح قرابة نهاية القرن الأول. رسالة يهوذا قريبة في محتواها إلى رسالة بطرس الثانية، والرسالتين دول لهم طبيعة خاصة، هي رسائل ضد التعاليم الكاذبة، ويغلب عليها نغمة التحذير من دينونة الأشرار. يعني مثلا رسالة يوحنا الأولى أو رسائل يوحنا عموما تتسم بالتأكيد على ألوهية المسيح وعلى المحبة. بطرس الأولى يغلب عليها تشجيع الناس المضطهدين أو المتألمين. رسالة يعقوب رسالة في السلوك، بتعلم الناس الحكمة وضبط اللسان والعفة والترك والعطاء، رسالة أغلبها سلوك مسيح. أما رسالة يهوذا فهي رسالة تحذيرية، يعني لو حبيت تحط عنوان للرسالة احذروا من الأكاذيب أو احذروا من دينونة الأشرار، لأنه هتلاقوا الكلام شوية شديد. لكن في الوقت ده الرسائل كلها ما كانتش بتتكتب لمجرد واحد بيوعظ وعظ، لا، لما تدرسوا الرسائل تلاقوا دايما في خلفيات. يعني لما بولس كتب رسالة روميا في خلفية، أن في روميا وصلوا مسيحيين من أصل يهودي بيلخبطوا فكر المسيحيين الأوائل على أن المسيحي لازم يبقى يهودي،
فبولس اضطر يبعت الرسالة يقول لهم الكلام ده غلط، المسيحي مش لازم يبقى يهودي، مش لازم يختتن، الناموس ما وصلش الحاجة، إنما الخلاص بالمسيح. هكذا مثلا رسالة كورنثوس، كان في مشاكل في كورنثوس، ابتدوا مثلا يعني يرجعوا لأكل ما ذبح للأوثان، يقاضوا بعض في القضاء المدني، يتشككوا في التناول، يتشككوا في القيامة، فبعت يرد. إذن أغلب الرسائل كانت رسائل لها خلفية واضحة، يعني إيه؟ كنيسة بتعدي على إيه؟ يقوم الأب المسؤول يكتب كتاب أو رسالة في اتجاه الأزمة. الأزمة اللي كانت حاصلة في الستينات وابتدت تزيد قوي هي أزمة الهرطقات والتعاليم الغريبة. شوفوا في كل جيل كان الشيطان دايما يلعب اللعبة دي، يطلع ناس من جوه الكنيسة تنادي بأفكار غلط، فيقوم يلخبط ولاد ربنا. ما بيجي اضطهاد من بره، طب ما في استشهاد، الناس القديسين يقفوا يقولوا احنا مستعدين نموت عشان المسيح. لكن لما يجي لخبطة من جوه ساعات تبقى أصعب، لأنه اللي بيتكلم ده مسيحي، فأنت مش عارف بيقول إيه، بيقول عكس اللي المسيح قاله أو اللي قاله الرسل، تحصل بلبلة أو لخبطة. ربنا يسوع نفسه حذرنا وقال احذروا أو احترسوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب حملان وهم من الداخل إيه؟ ذئاب خاطفة، ومن ثمارهم تعرفونهم. ففي زمن الآباء الرسل كان في أزمة جديدة غير بدعة التهود، كان في حاجة اسمها الغنوصية، جماعة اللي بيتفلسفوا فيضيفوا على المسيحية أفكار مش مسيحية، فيلخبطوا إيمان الناس بالثالوث الأقدس، بالمسيح كإله متجسد، بضرورة النقاوة والعفة والطهارة، وده اللي يغلب على الرسالة دي. كان في الوقت ده بدأت تظهر بدعة اسمها نيقولاوية، تكلم عنها القديس يوحنا في سفر الرؤيا. نيقولاوس ده كان من السبع شمامسة. سبع شمامسة دول ناس مختارين من الرسل عشان يخدموا خدمة الأرامل والموائد، وناس كلهم أتقياء، وكان على رأسهم استفانوس. إنما نيقولاوس ده بعد شوية بدأ يطلع بأفكار غريبة، فتسمت نيقولاوية على نيقولاوس المذكور في أعمال ستة كآخر واحد من السبع شمامسة. ده انحرف، وطبعا مش غريب أنه يطلع يعني واحد من الإكليروس أو واحد من الشمامسة انحرف وعلم تعليم غريب. ده تأثر بالفلسفة فابتدى يقول الكلام بتاع الأفلاطونيين، الجسد شيء والروح شيء، فالجسد يغلط براحته، ربنا ده عرفوه بالعقل، فيعني روحك ودماغك مع ربنا، جسدك ده يعيش أي عيش. طبعا هنا فيها استباحة، يعني ايه، ابتدى يفتح الباب، اللي يغلط يغلط، اللي يزني يزني، ربنا ما بيزعلش من الكلام، ربنا له بالعقل بس أو بالحكمة. يعني طبعا الاتجاه ده ابتدى يلخبط الناس، لأنه تعليم المسيح يتسم بالتقوى، بالنقاوة، بالطهارة، بالعين البسيطة، بالهروب من الشر، مش كده؟ إنما فتح الباب ده، ابتدى يزودوا عليه ناس كتير ويلخبطوا الناس أكتر وأكتر، بعضهم يحرم الزواج خالص، وبعضهم يستبيح الزنا، فتلاقي الشرق والغرب، تلاقي كلام غلط خالص يمين وكلام غلط شمال. وسط البدع دي لقينا بقى القديسين يتباروا في الكتابة. كتب القديس بولس ضد البدع دي، لاحظوها في تيموثاوس الثانية آخر رسالة قبل سفره للسماء، على طول ذكر الحاجات دي. القديس بطرس بيحذر منهم بشدة في رسالته الثانية قبل سفره للسماء بشهور. القديس يهوذا بيحذر من الناس دول قبل استشهاده. إذن كل الرسل انتبهوا لهذه التعاليم الكاذبة وحذروا بشدة. ليه؟ لأنه التعليم خطر، لأنه ممكن واحد يعلم الناس تنبهر بيه وتمشي وراه لو ما كانش أمين في اللي استلمه، وبيقول بالضبط الكنيسة بتقول إيه واستلمت إيه والمسيح قصد إيه وعاشوا القديسين إزاي، يبقى غشاش، يبقى كذاب، لأن الناس هتمشي وراه فاكراه صح وهو مش صح. وطبعا الشيطان شاطر شوية، ما يحطش كله غلط، لأنه لو قال كل كلام غلط الناس هتحس انه كله غلط، يقول كلام صح
وجنبيه كلام غلط، واخدين بالكم؟ دي طريقة الشيطان دايما، فيحط حاجات صح فالمستمع يحس طب ما هو كلام كويس، كلام كويس، بس بص بقية الكلام، كلام الباقي مش كويس، مش مظبوط. تلاحظوا أول إصحاح اتكتب في العهد الجديد في مرقس 1، ده أول إصحاح اتكتب، ماري مرقس كتب إنجيله بدري، يقول كانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول إيه؟ أنت هو المسيح. طب هما بيقولوا حاجة غلط؟ لا، بس بقية الكلام هيبقى غلط. فاهمين الكذاب يعمل إيه؟ ما يبتديش بالغلط، يبتدي بكلام صح الأول. فقالوا ده المسيح ابن الله، طبعا يبقى كويس، كلام كويس. يوم المسيح يعمل ايه؟ ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون. طب يا رب ما قالوش حاجه غلط، بس دول شياطين، يعني دول كذابين بطبعهم، فهيقول الحاجه الصح، وبعد شويه بقى ايه لما الناس تثق فيه يحط الغلط، فيبقى الناس بتتغش. ومن هنا تاتي التحذيرات كتير في الكتاب، حاسبوا، خليكوا واعيين، ما تمشوش وراء اي تعليم. دي الكلام ده اتقال في رسائل كتير قوي، وفي كلام رب المجد يسوع نفسه كمان. ظهور الانبياء الكذبه اللي فاهم الكتاب كويس هي مش ظاهره عهد جديد بس، حتى في العهد القديم كان في انبياء كذبه. تلاحظوهم في حياه ارميه بالذات، وفي حياه اشعياء، في حياه عاموس، لما تدرسوا الانبياء، وحتى وقت موسى النبي، في ناس تدعي انها بتاعت ربنا وتقول كلام عكس اللي الانبياء الحقيقيين يقولوا، لدرجه لما حصر حصار حوالين اورشليم، ارميا بيقول اورشليم خلاص هتقع في يد بابل، طلعوا انبياء كذبه يقولوا للناس ما تصدقوش الراجل ده، اورشليم دي بتاعت ربنا، ربنا حارسها، مش هيحصل لها حاجه. بس كلام شكله حلو وكلام مقنع، ليه؟ بيقول أورشليم دي بتاعت ربنا وربنا حارسها، بس أرميا متأكد من ربنا أن أورشليم هتقع، لأنها بقت تعبد أوثان، أورشليم كانت بتعبد أوثان في الوقت ده. فأرميا تأكد أنه خلاص غضب الله جاي والسبي جاي. تقوم الناس يستهويها رسالة الأنبياء الكذبة اللي بيقولوا ما تخافوش على أورشليم، ويكملوا في الغلط براحتهم وما يتابوش وما يخافوش، ويمسكوا أرميا يسجنوه. يبقى اللي بيقول كلام صح يتسجن، والأنبياء الكذبة هم اللي إيه؟ يأكلوا عقل الناس. وفي زمن الكنيسة كده، أريوس ده كان يصاحب الأمبراطور، لغاية ما يبقى الأمبراطور المسيحي أريوسي، فيضطهد المصريين اللي هم ماشيين وراء أثناسيوس، ويضطهد الكنيسة المستقيمة. ليه؟ خلاص عجبوا كلام أريوس أو أتباعه، فيجي اضطهاد من مسيحيين على مسيحيين. ليه؟ لأن الأنبياء الكذبة أو المعلمين الكذبة استخدموا اسم المسيح لكن تحت رعاية الشيطان. ومن هنا يجي في الآخر الأيام خالص الأنتي كرايست أو ضد المسيح، اللي هيغش الناس أكبر غش في التاريخ. تعالوا نبدأ في رسالة يهوذا، هي أصحاح 1، ناخدها المرة دي، وبعد العذر ناخد مرة تاني تخلص مرتين. يهوذا ده قلنا إنه واحد من الـ 12 تلميذ، يلقب بتداوس أو لباوس، هتلاقوها في الأناجيل ضمن ذكر الـ 12 تلميذ، ساعات يقولوا يهوذا الملقب تداوس أو ملقب تداوس. كان الرسل ليهم كذا لقب، يعني سمعان بطرس، الملقب صفا، الله ده كذا اسمه مش كده، وشاول ملقب بولس، ومرقص كان له لقب اسمه يوحنا، ماري مرقص اساسا من اسماء يوحنا. فتلاقوا في الجيل ده كانت الناس بيبقى لها اكتر من اسم، وده سائد ومعتاد، ويمكن من هنا الانجليين حرصوا يحطوا الالقاب عشان نبقى متاكدين ان ده نفس الشخص، لان كانت كلمه يهوذا كتيره قوي. يهوذا كان لقب محبوب، عشان كده كان في 2 يهوذا في التلاميذ، واحد الاسخريوطي اللي هلك، وواحد يهوذا اللي كتب الرساله. يهوذا ده يعتقد انه ابن خالة رب المجد يسوع. ليه؟ حسب التقليد امنا العذراء مريم ندروها للهيكل، لان امها حنة كانت عاقر، فلما جابتها عملت زي ام صمويل، سابتها في الهيكل بدري. يوم ربنا زي ما عوض ام صمويل بعيال تاني، عوض 6 حنة
بعيال تاني، فجابوا أول بنت سموها مريم على اسم مريم اللي راحت الهيكل، ما رجعتش، كأن اللي راحت الهيكل دي خلاص مش تبعها. فبقى الكتاب يسميها إيه؟ مريم الأخرى. تسمعوا عنها كتير بقى، مريم الأخرى في أحداث يوم القيامة الصبح، مريم الأخرى كانت عند القبر. أو يلقبها الكتاب مريم التي لقلوبها، أو التي لحلفة، إنها اتجوزت واحد اسمه حلفة، اسمه الثاني قلوبة، جاب عيال بقوا من ضمن التلاميذ، منهم القديس يعقوب اللي كتب الرسالة، ومنهم القديس يهوذا اللي كتب الرسالة، دول من التلاميذ. في واحد تاني اسمه سمعان ويوسي، دول مش من التلاميذ لكن كانوا أتباع المسيح، والبعض بيقول في بنات في العيلة، لكن كل دول ولاد مريم أخت أمنا العذراء. فكانوا يتربوا مع ربنا يسوع زي بيت عيلة، لأن في البلاد زمان كانت الولاد الخالة دول يتسموا أخوات، فمن هنا كان ساعات يتقال عليه إيه؟ أخو الرب. أخو الرب دي كلمة تلخبط الناس، أخو إزاي؟ وربنا الأخوات، العذراء بتول، أيوه طبعا، ويوسف النجار بتول كمان، إنما إخواته بحكم العرف. عشان كده في مرقس 6 يقولوا ألسنا عارفين بإخواته؟ مش إحنا عارفين إخواته؟ ويذكروهم الأربعة بالاسم. فكانت الناس عارفة إخوة يسوع، عارفينهم، لكن دول مين؟ دول ولاد مريم، أخت مريم العذراء الملقبة بمريم الأخرى، زوجة قلوبة أو حلفة، اللي كل عيالها بقوا تلاميذ المسيح، منهم اتنين من ال 12 اللي هم يعقوب ويهوذا، والاتنين كتبوا رسائل. واللي يقرأ الرسالتين ويعمل كده مقارنة يحس الاتنين قريبين لطبع بعض. يعني يعقوب ويهوذا لما تحطوا الرسالتين جنب بعض تحسوا برضو ايه؟ الطبع واحد في اللغة، في الأسلوب، زي ايه؟ قد ايه بيخافوا من الخطية، بيكرهوا الشر، فتحس حتى الأسلوب متقارب، لكن طبعا الروح القدس بيكتب على يد الرسل. يقول يهوذا عبد يسوع المسيح. ليه بيقول عبد هنا؟ لأنه لا يتجاسر يقول أخو. يعني الناس تسميه أخو الرب، لكن هو ما يقولش على نفسه كده، يقول أنا عبد يسوع، لأنه يؤكد ضمنيا أن يسوع ده ربنا. فمن أول سطر بيعلن إيمانه بألوهة المسيح، لأن العقيدة دي كانت بتهاجم من الغنوصيين. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب. الله، هو يعقوب مهم قوي كده عشان يتذكر. يعقوب هو الأخ الأكبر، ويعقوب كان مشهور أكتر لأن يعقوب هو اعتبر أول أسقف لأورشليم. وذكروا بولس في غلاطية 1 و2 لما بيتكلم عن الآباء المعتبرين، الآباء اللي ليهم كرامة خاصة، كان يعقوب وبطرس ويوحنا. بقية الرسل كانوا سافروا بلاد يبشروا، اللي فضل في أورشليم مسؤول عن أورشليم يعقوب، اللي هو اللي كتب الرسالة، اللي هو أخو يهوذا. فعشان معروف يهوذا بيعرف نفسه بيقول إيه؟ عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب، لأنه أخوه هنا شقيقه يعني. إلى المدعوين المقدسين فالله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح. الآباء الرسل كان لهم صيغة كلهم متقاربة، لما يدوا التحية لازم يدوا التحية باسم ربنا، لأنهم شغالين عند ربنا، فلازم لما يهدوا السلام أو النعمة يذكروا اسم يسوع له كل المجد والأب والروح القدس. فبيقول إلى المدعوين المقدسين، يبقى رسالة جامعة. إيه الفرق بين الكاثوليكون ورسائل البولس؟ رسائل البولس موجهة، بولس بيكلم أهل غلطي، بولس بيكلم تلميذه فيليمون أو تيتوس. هنا يهوذا بيقول إلى المدعوين قديسين، يبقى في أي حتة. بطرس يقول إلى القديسين في شتات، بنطس وكبادوكيا وأسيا، يبقى هنا الرسائل دي خدت صفة اسمها الصفة الجامعية. الجامعية يعني إيه؟ مبعوثة إلى جموع المؤمنين أيا كان مكانهم، لأن في الوقت ده بدأ انتشار المسيحيين في كل العالم، العالم القديم. فعشان كده نسميها رسائل الكاثوليكون. الكاثوليكون كلمة تعني الجامعية أو يونيفرسال، يعني منتشرة،
مش محدودة بمكان ولا بفئة معينة. إلى المدعوين المقدسين، برضو المقدسين تفيد معنى مهم، إنه كل المؤمنين اللي قبلوا الدعوة صاروا أولاد الله بالمعمودية المقدسة وبالروح القدس، فصاروا مقدسين. يعني احنا انتوا كلكم مدعوين مقدسين. ليه؟ لان انتوا خدتوا الروح القدس، مسحتوا بالميروب، تولدتم من ربنا، ودلوقتي بتتناولوا والقدسات للقديسين، فاصبحتوا اسمكم مدعوين قديسين او مدعوين مقدسين. ويمكن في العربي نحب نقول كلمة قدوس خاصة بالله، لأن قدوس تعني القداسة ملكه، قديسين أو مقدسين تعني واخدين القداسة من بر. يعني إحنا ما يتقالش علينا قدوس، لا، قدوس دي خاصة بالله، لكن يتقال علينا قديسين أو مقدسين، مفعول به يعني، واخدين بالكم ليه؟ لأن القداسة واخدينها من ربنا، لكن القداسة طبيعة ربنا، فيبقى هو قدوس وإحنا قديسين. دانيال النبي حطها بطريقة جميلة قوي لما اتكلم عن المسيح وهو شايفه في مجده، قال قدوس القديسين. فقال المسيح لما شافه على السحاب، قال ده قدوس القديسين، يعني كل القديسين يتقدسوا من خلاله. أي قديس عبارة عن إيه؟ واحد له علاقة بالقدوس. أي قديس يقول لك فلان القديس، يعني إيه؟ يعني لزق في المسيح، فمن ملئه أخذه، فصار قديسا من قداسة ربنا، لكن هو مش قديس بذاته. إلى المدعوين المقدسين فالله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح. وعد ضمني جميل قوي، المحفوظين ليسوع، يعني كأنه بيدعي لهم ربنا يحفظكم في اسمه. لما نقول احفظنا في إيمانك ونعم لنا بسلامك إلى إيه؟ إلى التمام. فالمحفوظين ليسوع يعني يفضلوا جوه المسيح لغاية ما يعدوا من الدنيا دي على خير ويدخلوا السماء. فهو بيقول لهم أنتم مدعوين وقديسين ومحفوظين لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. يمكن كان بولس يقولها أكتر، نعمة وسلام من الله الآب وربنا يسوع المسيح. هنا يقول لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. تحية دي جميلة قوي. عارف لما تقول لواحد ربنا يزيدك من محبته أو يزيدك من سلامه، لتكثر يعني إيه؟ طب ده قديس مؤمن بالمسيح ماسك فيه، بس اللي عنده مش كفاية. حد فيكم عنده سلام كفاية؟ لا، عاوزين أكتر. خلاص ربنا يزيدك سلام. حد فيكم عنده محبة كافية؟ لا برضه. خلاص لما ندعي البعض نقول ربنا يزيدك من محبته، من سلامه، من الرحمة. فيبقى دي دعوة جميلة لتكثر لكم. لتكثر يعني يديك بزيادة، حتى لو عندك تاخد أكتر، لأنه العطايا الروحية ملهاش آخر. يعني لو قلت عندي سلام، الموضوع مش عندك ولا ما عندك، ده سلام يفوق كل عقل، ده تاخد منه ما تخلص. وهكذا المحبة والرحمة. أيها الأحباء، يهوذا يدخل في الموضوع على طول غير القديس بولس، مقدماته طويلة شوي. إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. طبيعة الكتاب لازم يوضحوا غرض الرسالة في أول سطور، هي مبعوثة ليه؟ إيه الموضوع اللي هنتكلم فيه؟ أي رسالة كده على فكرة، لو تتبعتوا أول إصحاح تقدروا تستشفوا موضوع الرسالة كله إيه، حتى لو رسالة طويلة. يعني من أول إصحاح في روميا أنت فهمت إن بولس هيركز على شرح الخلاص، حتى لو 16 إصحاح، بس من أول إصحاح زي حط الموضوع الأساسي. فهنا بيقول إيه؟ أنا بعمل مجهود عشان أكتب لكم عن حاجة مهمة قوي، هي الإيمان المسلم للقديسين. يعني هراجع معاكم اللي استلمناه عشان نبقى قديسين. يبقى موضوع الرسالة إيه؟ الإيمان. والإيمان هنا
بالمعنى اللاهوتي أو العقيدي، يعني أنتوا خدتوا إيه، استلمتوا إيه، عقيدتكوا إيه. لأن الإيمان أحيانا في لغة الكتاب يعني درجة الثقة في الله، دي ناحية روحية كفضيلة، لكن هنا الإيمان بمعنى ما تؤمن به، العقيدة الحقيقة تفاصيلها، لأن هي دي اللي بيدخل فيها التعليم الكذاب. مثلا هل المعمودية ضرورية للخلاص؟ ده في الإيمان. هل المسيح هو ابن الله بالحقيقة؟ ده الإيمان. هل في حياة أبدية ولا ما فيش؟ ده اسمه الإيمان. هل التناول ده جسد ودم حقيقي ولا لا؟ ده إيمان. فهنا الرسالة يعني هتتعرض للإيمانيات، ده موضوع. فبيقول إن كنت أصنع كل الجهد، واحد يقول يعني إيه المجهود في كتابة رسالة يعني؟ لا، الآباء الرسل دول مش كانوا يكتبوا يعني كده خلاص، كانوا بيصلوا وبيخضعوا للروح القدس عشان يبقى كلامهم بالروح، لأن الإنجيل علمنا تكلم أناس الله القديسون إيه؟ مسوقين من الروح القدس. ففي مجهود، والمجهود ضمنيا أنه ككاتب مسؤول عن الشعب بيفكر فين الخطايا، وبيقدم ده تحضير جيد. هتشوف الرسالة دي غنية جدا، كأنها بتلخص العهد القديم كله مع أنها إصحاح واحد، لكن ده واضح أنه عمل مجهود عشان ينبههم أن هلاك الأشرار موجود عهد قديم وعهد جديد، وأن في دينونة وفي عدل إلهي، وأن في كذب جاي من الشيطان الكذاب، والكذابين دول بيلخبطوا الكنيسة. عاوز يقول ده كله، فبيعمل مجهود عشان يحطه في الصياغة اللي توصل المعنى. عارفين في مدرس تعبان كده يقول كلمتين واللي يفهم يفهم، وفي مدرس مجتهد بيعمل مجهود عشان يتأكد ان اللي بيقوله بيدخل دماغ التلاميذ، لان اللي يهمه ان الناس تتحصل مش مجرد يقول كلمتين. فهنا من الأمانة ان حتى الكتابة او التحضير يكون فيه التزام وتعب. إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص، يبقى الموضوع هو الخلاص أو الإيمان بالخلاص، ما سماه الخلاص المشترك ليه؟ عاوز يقول إيمانكم في أي بلد هو إيمان واحد. أي مسيحي في العصور الأولى على الأقل كان إيمانه واحد، إيمان واحد، رب واحد، معمودية واحدة، دي كلمات حتى أفسس 4. يعني ما كانش في اختلاف في الإيمان زي النهاردة، اختلاف طائفي وجع قلب الناس كلها، لا، كان الإيمان واحد مشترك. يعني ايه؟ تروح أي بلد، اللي يؤمن بالمسيح يؤمن بالثالوث الأقدس، يسجد للثالوث، يؤمن بالحياة الأبدية، يؤمن بضرورة المعمودية، يؤمن بضرورة التوبة، يؤمن بالإفخارستية، جسد ودم حقيقي، عنده إيمان هو هو اللي عندك واللي عند أي شخص في أي حتة. فسماه الإيمان المشترك، يقصد إيمان واحد. وهيسميه بعد كده في نفس السطر الإيمان المسلم. طالما مصدر التعليم واحد يبقى الإيمان يطلع واحد. فهم استلموا من المسيح الحقيقة دي، اسمها إيمان مسلم. وده يفهمنا حاجة مهمة في اللاهوت، يسموها التقليد المقدس. التقليد المقدس يعني إيه؟ يعني اللي المسيح سلمه لتلاميذه وعاشوا بيه التلاميذ وسلموه للأجيال اللي بعدهم قبل ما الأناجيل تتكتب، قبل ما الرسائل تتكتب، قبل ما يكون في كتاب عهد جديد في إيدين الناس. كان في كنيسة وكان في إيمان وكان في حقيقة اسمها الإيمان المسلم. يبقى الناس استلمت قبل ما تدخل وتقرأ الإنجيل، لأن الأناجيل عشان توصل لإيدين الناس، دخلنا في القرن 16، لأن الأناجيل كانت بتتنسخ، ما كانش في طباعة. صحيح الأناجيل اكتملت أو الرسائل ضمنيا مع نهاية القرن الأول، لكن ولا واحد في القرن الأول أرى 27 كتاب، ولا واحد في الجيل الأول. اللي كان يوصله رسالة من بولس يبقى إيه؟ خد حاجة مهمة أوي. ومع كده كان الإيمان واحد، إيمان مشترك، إيمان مسلم. عارفين أشبهها لكم تشبيه بسيط؟ الأطفال اللي ما بيقروش بنعلمهم رشم الصليب، وبيقولوا بشفاعة والدة الإله، ويقولوا جسد حقيقي أمين، ويكونوا متعمدين، عندهم إيمان لسه ما بيقروش، بس كده ما حدش فيهم يعرف يقرأ.
الناس البسطة اللي ما بتقراش خالص دول مسيحيين، طبعا مسيحيين زي الفل وإيمانهم سليم ومستقيم وإيمان مسلم، لكن لسه ما بيقروش. يبقى واضح أن الكنيسة كانت عايشة بهذا الإيمان المسلم. من هنا تيجي كلمة تسليم، دي كلمة مهمة أوي. يقولها مثلا بولس: تسلمت من الرب ما سلمتكم. في الليلة التي سلم فيها ذاته أخذ خبزا وابتدى يشرح الإفخارستية. ويقول مثلا في رسالة تانية: ما تسلمتموه في مني، اللي استلمتموه مني. يبقى كلمة استلمت دي كأنها وديعة، تسلم واحد حاجة غالية قوي تقول له حافظ عليها، ده تسليم. فالتسليم محدش يلعب فيه. فلما كانوا الأنبياء الكذبة يطلعوا دول بيحاولوا يلعبوا في التسليم في الإيمان، ومن هنا بيتقال عليهم كذبة أو أشرار. اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. يعني الإيمان ده سلمه المسيح للكنيسة، هي مرة واحدة استلموه عاشوا به وبعدين الأجيال خدته بعدها. هنا تجتهدوا لأجل الإيمان، أي نوع الاجتهاد في قضايا الإيمان؟ لو أنا قلت لكم يا أحبائي تعالوا نجتهد في الإيمان المسلم، قول لي يعني أعمل إيه؟ أقول لك يعني روح ذاكر يعني إيه الثالوث الأقدس، اجتهد أنك أنت تعرف تشرح حقيقة الثالوث، اجتهد أنك تفهم قصد المسيح من ضرورة المعمودية، اجتهد أنك تعرف ليه المسيح قال إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. يبقى المذاكرة والمراجعة والحفظ والفهم ده اجتهاد. والنهاردة احنا في زمن يا جماعة اللي ما بيعملش مجهود عشان يثبت في الإيمان طيار بيشيله، الموجة عالية، تشكيك عالي جدا، والميديا مليانة تشكيكات، والعدو الخير قاصد يعني يلعب بدماغ الشباب. طب مين اللي يثبت؟ اللي بيفهم، اللي فاهم كويس، المجتهد، اللي عارف عقيدة كنيسته ومغروس فيها كويس قوي، لما يطلع له 100 فيلسوف ما يهزوش. ولو العالم كله أنكر المسيح تلاقوا أولادنا ما ينكرهوش، ليه؟ إيمان مسلم، بس دول مجتهدين. فبيقول أنا عاوزكم تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم للقديسين، لأنه أدي القضية اللي بسببها كتب الرسالة، دخل خلسة إناس. يبقى في دخلاء، في ناس بقى دخلت تلخبط الناس. دخل، ادي الحرامي دخله، خلسة يعني اختلاسا، يعني دخل بتسحب أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينون. يعني الناس دول حسابهم عسير. فيهوذا كان زعلان جدا لأن المعلم الكاذب ده بيضيع آلاف ويمكن ملايين، فده حسابه عسير جدا، لأنه بدل ما يزق الناس على الطريق المستقيم خدهم في طريق كذب. فبيشتغل مع الشيطان طبعا، لأنه الشيطان اسمه كذاب، وإيه؟ أبو الكذاب. فأي كذاب بقى خلاص بيشتغل مع الشيطان، أبو الشيطان. قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة فجار. فجار، إيه علاقة التعليم الكاذب أو يعني تشكيك المؤمنين في الإيمان المستقيم بالفجر؟ ده اللي قصده رب المجد لما قال من ثمارهم تعرفونهم. اللي يعلم تعليم غير مستقيم تلاقي حياته غير مستقيمة. يعني لازم تربط استقامة التعليم باستقامة الحياة. اللي تلاقيه يجري ورا الفلوس أو ملذات الدنيا أو الشر واضح في حياته ويجي يعلم، مش ممكن تأتمنه، التعليم ده مش مستقيم، لأنه هو الشيطان هيوعظ. إذا كان شخص غير مستقيم في حياته هيقول كلام مستقيم إزاي؟ لما المسيح بسطها وقال إيه؟ كل شجرة جيدة تصنع ثمرا جيدا، الشجرة الردية تصنع ثمرا رديا. واحد حياته ملخبطة تنتظرش منه تعليم مستقيم، الشيطان هيكلم على لسانه طبعا وهيلخبط الناس حتى لو استخدم اسم المسيح. استخدام اسم المسيح لا يمنع من نقل رسائل خاطئة. الشيطان كان بيقول انت المسيح، لكن كان شيطان
يبقى عاوزة حرص شديد. فبيقول هنا إيه؟ دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، يعني في الآخر حسابهم صعب، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة. كلام غريب، في حد يقدر يحول نعمة ربنا إلى الدعارة؟ ده إيه؟ كلام صعب. يقصد إيه؟ ويريد تفهموا الحتة دي لأنها رجعت تاني تظهر في الأجيال دي. نعمة ربنا هي نعمة الغفران، ربنا بيسامح. نعمة ربنا هي أنه يدينا السماء وإحنا محدش فينا يستاهلها. نعمة الخلاص المجاني المدفوع بدم المسيح، طبعا دي نعمة. هل النعمة دي تدفعنا إلى القداسة والنقاوة ولا إلى الدعارة والخطية والتهاون والدلع؟ فرق كبير قوي. في واحد تقول له ربنا مسامحك فيبقى مش عاوز يغلط أبدا لأنه مقدر النعمة، ده الفكر المستقيم. وفي واحد تقول له ربنا مسامحك يسوق فيه ويغلط براحته. ليه؟ ما ربنا بيسامحني. يبقى تحولت النعمة إلى إيه؟ إلى مزيد من الخطية. وضحت الفكرة؟ شوفوا الفرق. الاثنين ابتدوا بفكرة النعمة، أيوة فكر النعمة، ده الكتاب كله اسمه كده، عهد النعمة. طب هل لما نتكلم عن نعمة ربنا نختشي ونتوب ونجاهد ضد كل خطية تقديرا للنعمة، ولا نستهين، ودي اللي قالها في رومية 2، نستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته، يعني نعمته الغالية دي والغفران المكلف قوي ده، نتدلع على حسه ونغلط أكتر، فيبقى في ناس عايشة في دعارة بتتكلم عن النعمة؟ ده شيء مخيف، ده فعلا شغل شياطين، إن يبقى في كلام ناعم، كلام مريح، كلام شكله حلو، لكن في الآخر مفيش دعوة للتوبة، مفيش دعوة للجهاد، خلي الناس تغلط براحتها. ليه؟ ربنا حنين. أيوة حنين بس بيكره الشر، يبقى هنا كذب، لأنك خدت نص الحقيقة وسبت النص الثاني. نص الحقيقة ربنا حنين، أيوة، وبيسامح وبيغفر، بس في شرط اسمه التوبة، والتوبة بجد، والتوبة حتى الدم جهاد. لكن لما تتحول النعمة إلى الدعارة، يعني يبقى يشربون الاسم كالماء، الناس تغلط قد ما تغلط وتيجي تتناول، ده خطية وحشة جدا، ده كده انت بتدوس على دم المسيح، ده العقاب أسوأ. لما واحد يستحل انه يخدم وهو حياته كلها شر، ايه ده؟ انت هتحول نعمة الله الى الدعارة؟ وهي الحكاية سهلة كده. فهنا بيقول دخل وسطينا أناس خلسة، عاوزين يحولوا نعمة الله الى الدعارة، وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. مع الفكر الغنوسي ده الفلسفي اللي دخل على الكنيسة في زمن القديس يهوذا، كان بيخبط في حاجات كتير، بيخبط في السلوك فيعلم الناس الإباحية، اغلطوا براحتكم، لأن كان في خلفية يونانية، فالآلهة اليونانية كانوا يعني قصصهم خليعة، يعني حتى قصص الأساطير اليوناني فيها خلاعة، فكانوا كهنة الأوثان يمارسوا الخطية كنوع من عبادة الأوثان. أفكار دي كانت عاوزة تدخل على المسيحية. ومعها حاجة تاني، الخلفية اليونانية أو الفلسفية كانت تؤمن بتعدد الآلهة، فالغنوصية جاية تتسحب عشان تطلع أن يسوع ده مش ربنا قوي، وأن في كذا درجة في الآلهة، وأن في شبه تعدد آلهة. واللي يدرس القرن الثاني بالذات يفهم حاجة اسمها الأيونات وكلام الهرطقة اللي لخبطوا الدنيا ولخبطوا الإيمان بالثالوث الأقدس. ومن هنا القديسين كانوا بيأكدوا على رشم الصليب، عشان رشم الصليب يظبط الموضوع، إله واحد، الآب والابن والروح القدس إله واحد. لكن في الزمن ده في إنكار لألوهة الله الوحيد وربنا يسوع، فإنكار للألوهة وإنكار أيضا للثالوث الأقدس. إذن هو ضمنيا حط الموضوع كله في أول باراجراف، أول مقدمة، قال أنا بعمل مجهود عشان أكتب باختصار اللي عاوز أقوله، وعاوز كنتوا تجتهدوا تحافظوا على الإيمان اللي استلمته، لأن دخل وسطينا ناس بيعلموا غلط، حسابهم عسير
بيزقوا الناس على الدعارة والشر تحت شعارات نعمة الله، وكمان بينكروا السيد الوحيد الإله الحقيقي ويشككوا في لاهوت المسيح. وعشان كده يوحنا الحبيب كتب رسائله كلها عشان يأكد على لاهوت المسيح. كان نفس المشكلة ما قبل يوحنا بعدها بسنوات. فأريد أن أذكركم، لأنه هو بيخاطب ناس جزء كبير منهم من خلفية يهودية، عاوز يقول لهم ربنا ما بيتغير، عهد قديم عهد جديد هو هو، وربنا حنين قوي بس بيكره الشر. فأقول لهم عاوز أفكركم أن ربنا بيزعل جدا من الغلط والغش والتعليم الكذاب، وعقابه في الحاجات دي جديد جدا. فبيقول عاوز أفكركم، هتفكرنا بإيه؟ حتى لو علمتم هذا مر، حتى لو أنتم عارفين اللي أنا هقوله بفكركم به. وده نفس الأسلوب اللي كان يقوله بطرس، يقول أريد أن أذكركم مع أنكم عالمون وثابتون في الحق الحاضر، ولكني أحسب لزاما علي ما دمت في هذا الجسد أن أنهضكم بالتذكر. يعني القديس بطرس قال نفس المعنى، طول ما أنا عايش عاوز أفكركم. كل الآباء نفس الاتجاه، هفكركم باللي أنتوا عارفينه لأنه لازم تفتكروا. نفتكر إيه؟ الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر، رجعنا لحكاية إيه؟ موسى والخروج، أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. يبقى رغم أنها كانت قصة خلاص، نهايتها تخوف، لأن أغلب اللي طلعوا من مصر معجزة ما وصلوش كنعان. ليه؟ عشان في السكة انحرفوا عن الإيمان. يبقى في حاجة اسمها ارتداد اليهود. اليهود اللي خرجوا من مصر كان علامة الدم عليهم، وكانت المية وقفلهم سور، وعدوا من البحر وشافوا الخلاص ودخلوا سينا. كم واحد منهم دخل كنعان في الآخر؟ قلها نفرين. طب إيه ده؟ دي حاجة تخوف. نفرين غير الجيل اللي اتولد، وفي جيل كامل اتولد في البرية بقى، كالجيل القديم اللي حضر كل ده ما وصلش. طب انت بتفكرنا بدي ليه يا القديس يهوذا؟ يعني عاوز يقول شفتوا لما انحرف الايمان حصل ايه؟ لما تركوا الايمان ما كملوش الرحلة. يبقى هو بيحذر من انحراف الايمان، ان الواحد يتلخبط في ايمان مسلم. الايمان ده كان مشروط، هتاكل المن وتشرب من المياه الصخرة وتمشي وراء عمود السحاب، الحاضر يا رب، تدخل كنعان، ترجع للوثنية وتقول ارجع مصر وتتخانق مع موسى وما يعجبكش المن ولا المية بتاعت الصخرة، حتى لو كنت عبرت مش هتوصل. فهمتوا التحذير؟ يبقى هو تحذير من انحراف الإيمان. أريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. لم يؤمنوا هنا يعني لم يستمروا في الإيمان، ارتدوا عن الإيمان، تذمروا، اعترضوا، عبدوا أوثان، هلبوا على موسى، دول كلهم هلكوا. هيدي مثل تاني، والملائكة الذين لم يحفظون رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلم. القصة دي كل اليهود فهمينها كويس، المسيحيين مستلمينها من الإنجيل ومن العهد القديم، لكن مش الكل فهمها. ربنا لما خلق الملائكة في اليوم الأول لما قال ليكن نور، خلق مع النور خلائق نورانية ملهاش أجساد، ليه الملائكة؟ زي ما تقول طبعا ده قبل الزمن اللي احنا نعرفه يعني. وبعدين اداهم اختيار واحد، لان دول ارواح ما هماش تحت الجسد زينا. ففي ملائكة كتير خضعوا لله، وفي رئيس ملائكة اللي هو سطنائيل خد بعض الملائكة وقلبوا على ربنا. دول كانوا رؤساء. رؤساء دي كلمة من ضمن الرتب الملائكية، نسميها رياسات، سلطات، كراسي، أرباب. تسمعوا الكلمات دي، نفس الرتب دي موجودة في الملائكة وموجودة في الشياطين، لأن هم الشياطين أساسهم ملائكة. فلم يحفظوا رياستهم، يعني إيه؟ في ملائكة ما حفظوش العز اللي هم فيه، النعمة اللي هم فيه، إن هم يبقوا خدام لله، صاروا على الله، وربنا كان سامح بكده عشان يبقى الشر باختيار الإنسان بعد كده.
فبيقول الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم وتركوا مسكنهم، مسكنهم يعني خدام لله العز اللي هم فيه، حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. الشيطان ده مربوط بقيود من وقت الصليب ومحفوظ ليوم القيامة عشان يروح النار المعدة لإبليس وملائكته. يعني حكم هلاك الشياطين صدر، لكن الحكم ينفذ يوم القيامة، بحيث الشيطان وملائكته يدخلوا النار الأبدية وياخدوا الأشرار اللي مشوا وراهم كمان. فهنا القديس يهوذا بيحذر يقول شوفوا النتيجة، ملائكة ملائكة وقعوا وما تبقوا ما لهمش توبة وبالتالي لهم هلاك. فعاوز يقول ايه؟ اي حد هيرفض الايمان المستقيم، الايمان المسلم اللي يتتبعه خضوع لله الحقيقي، نقاوة، جهاد، توبة، اللي مش هيمشي في السكة دي هيبقى مصيره وحش، زي شعب اليهود اللي هلك بسبب عدم الإيمان، وزي الملائكة اللي سقطوا اللي اختاروا العصيان وخرجوا برا يعني الحياة مع الله. يدي مثل ثالث، يبقى هو جايب أمثلة لإيه؟ أمثلة للي رفضوا الإيمان وكان هلاكهم صعب، كتحذير للمؤمنين من أن هم يمشوا وراء المعلمين الكذبة أو يتنازلوا عن الإيمان المستقيم. وضح هذا في الرسالة؟ يبقى تسلسل موضوعي بعد ما شرح لنا قد إيه تخلوا بالكم من الناس اللي دخلوا خلسة يلخبطوا الناس، احذروا في إيمان مسلم تحافظوا عليه، واعملوا في حسابكم أن في ناس لما ثابت الإيمان ضاعت، بتوع اليهود ودي الملائكة فئة أخرى. كما أن سدوم وعمور والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما، ما هو المدن اللي حوالين سدوم وعمورة كانت عايشة بزنا على طريقة سدوم وعمور، اللي هي كل أنواع الزنا بأشكاله ولخبطته وكل، ومضت وراء جسد آخر. هنا مقصود بها عبدوا أوثان، وأيضا مقصود بها مارسوا الجنس الغير طبيعي، مضوا وراء جسد آخر. جعلت عبرة، لأن هلاك سدوم وعمورة ده كان عبرة، ما حصلش في التاريخ بنفس الشكل تاني، نار وكبريت تنزل من السماء تفني بالشعوب دي كلها. فقال الهلاك ده كان عبرة، عبرة مكابدة عقاب نار أبدية، وكأنه يعني إيه؟ عينة من اللي هيحصل في جهنم، مكابدة عقاب نار أبدية. هم شافوا النار الأبدية في اليوم ده، شافوا يعني إيه عذاب أبدي في يوم سدوم وعمورة. وطبعا المسيح ذكر سدوم وعمورة تأكيدا أنها حقيقة، لأن في ناس النهاردة تطلع تقول إيه الحكاية دي خيالية دي أسطورية، هو التشكيك في الكتاب ما بيخلص. لا، المسيح ذكرها كحادثة تاريخية، قال لو صنعت في سدوم وعمورة الآيات التي صنعت فيكما يا صور وصيدا لتابت قديما. يبقى هو ذكر أن سدوم وعمورة جالها فرص توبة من حياة لوط والملائكة اللي زاروا لوط ورفضوا الإيمان وهلكوا، وفي ناس كتير هتعمل زي سدوم وعمورة. كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما، يعني تأثروا بسدوم وعمورة وعملوا زيهم، ومضت وراء جسد آخر، يعني بدل ما تعبد الله عبدت التماثيل ومارست الزنا بأشكال مش طبيعية. جعلت عبرة، عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. يبقى دول شافوا النار حرفيا إشارة للنار الأبدية اللي هتيجي في آخر الأيام. ولكن هيدخل بقى على زمنه، هو بيدي الأمثلة من التاريخ وكلها كتابية من العهد القديم عشان يقول ده اللي هيحصل مع اللي داخلين خلسة دول، اللي بيعلموا غلط، اللي بياخدوا الناس في اتجاه ضد الإيمان المستقيم ويقولوا لهم ايه مفيش دينونة مفيش عذاب مفيش عقاب، اللي يغلط يغلط، ما تقعدوش تتعبوا ضمائركم، ريح قلبك، ما تقعدش تقول ربنا هيزعل، سيبك من الكلام ده، فتلاقي كلام كله يلخبط. يقول ولكن كذلك هؤلاء أيضا، دول بقى بتوع النهاردة بتوع زمن القرن الأول،
المحتلمون دول اللي عايشين في أحلام وأوهام، بيألفوا عقيدة، بيطلعوا أفكار غريبة من دماغهم ملهاش علاقة باللي قاله المسيح. المسيح صاحب الحقيقة، لما يقول في نار يبقى في نار، في هلاك يبقى في هلاك، في حساب يبقى في حساب، وفي رحمة طبعا في رحمة، وفي توبة وفي إيمان، كلام المسيح ما حدش يقدر يعدل عليه. هؤلاء أيضا المحتلمون عايشين في الأحلام ينجسون الجسد. يبقى جماعة اللي بيعلموا غلط دول بيكلموا في إن الجسد سيبوه يغلط براحته، وإنه فصلوا الجسد عن الروح، وده فكر فلسفي. يعني إيه؟ جسد يغلط زي ما يغلط، لكن الواحد يعبد ربنا بعقله أو بقلبه. ويتهاونون بالسيادة، يعني يتريقوا على اسم الله السيد الرب يسخروا، أو السيادة يتريقوا على الملائكة. وفي النهاردة ناس بقت تتريق على الملائكة وتتريق على القديسين وتتريق على الكهنوت، وبعض الناس بتتريق على المسيح. طب ده عقاب شديد هيستناهم. يتهاونون بالسيادة، يعني اعمل حساب انه ده السيد الرب، والملائكة دول حاجة ليها كرامة كبيرة، فما ما فيش مجال للتريقة والسخرية. فلنحذر يا أحبائي، لأنه ده جيل ساخر، الناس بقت تحب تتريق وخلاص. تتريق انت بتغلط في ايه؟ تعرف انت بتتكلم عن مين؟ ده ربنا يتقدس اسمه، يعني ما تيجي اسم ربنا لازم تقول له المجد، تقوله بهيبة وبكرامة، ده اسم ربنا. ولما يذكر أسماء القديسين تبقى حاسس بإيه؟ بنوع من الاحترام الشديد، لأن دول لهم مكانة كبيرة. فبيقول الجماعة دول ما لهمش بقى كبير. يتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد، بيفتروا على ذوي الأمجاد. مرة لقيت واحد الحقيقة بيتريق على ماري جرجس بطريقة يعني خلى الواحد يعني صعب عليه. انت بتتريق على أمير الشهداء؟ تعرف ماري جرجس ده تعذب قد ايه عشان المسيح، وحب المسيح قد ايه، وكام ألف واحد في زمنه أمنوا على قديه، وكم مليون واحد بيتشفع بماري جرجس عبر العصور من كرامته عند ربنا. يطلع واحد كده مش فاهم حاجة يسخر، يقول لك اطلع ايه ماري جرجس، انا احسن من ماري جرجس. يا كده يفترون على ذوي الامجاد. طبعا المجد لله وحده، لكن هو يعطي مجده لقديسيه، يقول من يكرمكم يكرمني، وان كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه. فلما نعمل تمجيد لماري جرجس احنا مش بنعمل حاجة غلط، احنا بنعمل اللي قاله الانجيل، ان ربنا يتمجد في قديسيه، سبحوا الله في جميع قديسيه. فلما نديهم الكرامة الخاصة بيهم، ده لأننا عارفين إن هم دخلوا المجد الأبدي وليهم نجوم في السماء. فده الفهم السليم، ده التعليم المستقيم. بيقول بقى الناس دول إيه؟ يتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. إذا واضح إن القديس يهوذا كان بيعانوا في زمنه من تعاليم غريبة فيها استباحة، فيها إهانة لله، فيها تريقة على الملائكة والقديسين، ما لهمش كبير، خلطوا الفلسفة بالمسيحية. وهكذا يكون في كل جيل، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. احنا هناخد 4